دي الماتشات بتاعت بكره عايزها قدامي على التاتش سكرين بعد اذنكم. يعني المغرب هتلعب فلسطين، السعوديه الاردن، الجزائر السودان، مصر هتبدا مبارياتها بكره الساعه 3 امام لبنان، وقلنا ان منتخب لبنان منتخب جيد ومنتخب منظم، وظهر في التصفيات الاخيره تحت قياده مديرهم الفني التشيكي اللي عنده خبرات كبيره جدا بشكل جيد وبشكل منظم. مباراه مش هتبقى سهله. والمجموعه بتاعتنا صعبه، مجموعه يعني بتضم فرق صعبه، لكن النهارده كيروش قال كلام مهم جدا خلال مؤتمره الصحفي، قال يعني ان هو ان 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 هو يعني مستعد بشكل كبير، ومنتخبنا مستعد بشكل كبير، وبيأكد على احترامه لكل المنتخبات المشاركه في البطوله. نحترم الجميع لكن اتينا للفوز باللقب. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه. مش عايزين نسمع ان هي بطوله تحضيريه وان احنا اصل احنا بنجرب وبتاع. لازم كيروش يفهم ان مفيش حد من الجمهور المصري في حاله الاداء السيء وان حاله الخروج وبتاع ان هيقول ان دي بطوله تجريبيه. لا، احنا بنلعب باسم مصر. هو ده الكلام. ونفس الكلام هناخده لكاس الامم الافريقيه، هي دي هويه مصر. مصر بتروح تلعب في بطوله، سواء بطوله عربيه او بطوله افريقيه، عشان تكسبها وعشان تكون احدى المرشحين المهمين. هي دي هويه مصر. قال ان هو مذاكر المنتخب اللبناني جيدا واحترمه كثيرا، لكنني قمت بتجهيز كافه اللاعبين بشكل جيد خلال الايام الماضيه لتحقيق الفوز في المباراه الافتتاحيه وتحقيق طموح الجماهير المصريه بحصد اللقب. المحترفون ليسوا فقط من يلعبون في اوروبا، بل كل عناصر الفريق. يعني معنى كده ان حتى اللعيبه اللي في الدوري لعيبه بروفيشنالز ولعيبه محترفين. نستعد لتقديم افضل ما لدينا، نريد اللقب. كلام كويس جدا. هذه فرصه للاعبين لاثبات احقيتهم في اللعب للمنتخب. طبعا هو بيخلق حاله من التنافسيه ما بين اللعيبه كلها، وهو عايز يخرج باثنين ثلاثه لعيبه من البطوله دي، يقدر ان هو يضيف عليهم اللعيبه اللي مش موجودين على اللعيبه اللي اصلا اساسيين، يبقى هو كده استفاد بشكل كويس. لكن المنافسه مهمه. هناك لاعبون جدد صغار السن سيستفادون كثيرا من بطوله كهذه تشبه كاس العالم. ده الكلام اللي كنت بقولها لكم، ان هو هيدوس على الزرار بتاع ان الاجواء دي لازم تحلموا ان انتوا تعيشوا فيها بشكل اكبر يعني يكون اكتر ب10 مرات في كاس العالم. احترم لبنان، ستكون مباراه قويه. ده كان كلام كيروش النهارده في المؤتمر الصحفي، وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا في البطوله، وان شاء الله نبدا بدايه كويسه، لان البدايه مهمه جدا. عمرو السوليه يعني كابتن الفريق دلوقتي، بطوله كاس العرب تجربه جيده قبل خوض كاس امم افريقيا. دي تصريحات عمرو السوليه. اتينا الى هنا للوصول لابعد مدى ومحاوله الفوز باللقب. هناك لاعبين جدد نتمنى ان يكون لهم دورا مع منتخب مصر في الفتره المقبله. التنظيم رائع ومشرف، وكل يوم يحدث تطور ملحوظ في المنشات، وشيء مشرف تنظيم منتخب عربي او بلد عربيه، تنظيم دوله عربيه المفروض كاس العالم، وهذا سيصبح حلما للجميع بتنظيمه في المستقبل. مثلما قال كارلوس كيروش، لدينا لاعبين جدد صغار في السن، ان يتواجدوا في اجواء وملاعب كاس العالم سيجعلهم يعيشون حلم التاهل للمونديال من الان. وده نفس الكلام او نفس الاتجاه والدايركشن اللي انا كنت بتكلم فيه. عشان كده انا مبسوط ان مصر رحب فرقه قويه، وان كيروش من اول يوم في تواجده في الدوحه بيتكلم عن حلم الفوز باللقب. هي دي الاجواء اللي لازم كيروش يخلقها.